بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة لتصغير الصدر أو وصفة لتصغير الثدي هي وصفة طلبت مني كثيرا، وأعتذر من صاحباتها لأنني جمعت هذه الوصفة لمن طلبوا مني وصفة كذلك لتنحيف وتصغير الأرداف والبطن والتخلص من السيلولايت. يعني بوصفة واحدة فقط إن شاء الله رايحين تتخلصوا من هذه المشاكل كلها. قلت تصغير الثدي وتنحيف البطن والمؤخرة والأرداف يعني، والتخلص كذلك من السيلولايت بالإضافة إلى شد هذه المناطق. نحتاج في هذه الوصفة إلى كوب من القهوة المطحونة، كوب من البن، كوب من القهوة البن مطحونة ناعم. أي نوع قهوة عندك في البيت استخدميه، النوع اللي عندك في المطبخ استخدميه. نحتاج كذلك ل 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون نحتاج ل6 ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون. نحتاج لملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند. ونحتاج لملعقتان كبيرتان من خل التفاح، ضروري خل التفاح في هذه الوصفة. ملعقتا طعام كبيرة من خل التفاح الطبيعي حتى تنجح معاكم الوصفة. ونحتاج ل3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن، 3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن، أو يمكنك استخدام الملح العادي، ملح الطعام. اخلطي جميع المكونات، جميع المكونات التي ذكرتها اخلطيها مع بعض. وفي الحمام بعد ما تبللي جسمك وتفركيه جيدا بالتقشير أو بالليفة، الطريقة اللي انتو تستخدموها، دلكي هذا الماسك بدلكيه برفق لمدة 15 دقيقة في الأماكن اللي انت حابة تصغريها، مثلا الصدر، البطن، المؤخرة، أي مكان حابة أنت تنحفيه، حتى الزنود ممكن استخدام هذه الوصفة ولكن في الحمام، يعني تكون المسامات مفتوحة. دلكي هذا الماسك لمدة 15 دقيقة وبعدها أشطفيه بشكل عادي. يكرر استخدام هذا المقشر، سميته مقشر للتنحيف، استخدميه كرريه قبل عند كل استحمام. إذا حبيتي تستخدميه أنت حرة، يعني الوقت اللي ناسبك أنت، مو شرط تكوني في حمامك، الوقت اللي ناسبك أنت لاستخدام هذه الوصفة وحبيتي نتيجة سريعة استخدميه، حتى ولو كان بشكل يومي استخدميه، الطريقة اللي تريحك أنت وتناسبك أنت. هذه الوصفة قلت لتصغير الصدر والبطن والمؤخرة والأرداف والتخلص من السيلولايت. باقي الخلطة احتفظي به في علبة بلاستيكية عندك في الثلاجة واستخدميه مع كل استخدام أو حسب حاجتك أنت. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم، اللي طلبوها مني إن شاء الله الفيديو يصلهم وينال رضاهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.